بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سيداتي الفضليات، ساداتي الأفاضل، إن هذا اللقاء يعتبر لقاءً تاريخياً في حياة الجزائر المعاصرة. لأنني اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بأن الجزائر جزائر الجزائريين، من الجزائر العاصمة إلى تنزواتن، ومن باب العسى إلى أم الطبول، ومن تندوف إلى إليزي. ولا أرى الجزائر دون بجاية، ولا أرى بجاية دون الجزائر. لا بد أن نعترف بأننا مرنا مع لحظات قاسية على بلادنا وعلى شعبنا، وهذه اللحظة تبكرنا بالضحايا الذين كانوا في 2001. نحيي أرواحهم الطيبة، نحيي أرواحهم الطيبة. Je dois confesser une chose. C'est que tout à l'heure, la sonorisation était telle que je n'écoutais pas les jolies jeunes filles qui étaient en train de faire leur exposé.
Et pourtant, tout comme la salle, j'applaudissais. Mais j'applaudissais spécialement quand je voyais les dames respectables que nous avons dans cette salle, avec leur mendil, applaudir. Ou les seigneurs de la Kabylie avec leur chèche, quand ils applaudissaient, j'applaudissais moi-même, j'étais sûr que j'applaudissais pour de bon. هذه البجاية بجاية الباهية بجاية الجميلة بجاية التاريخ بجاية العراقة بجاية الأصول بجاية العلم بجاية أولياء الله الصالحين بجاية يما قريع حتى إذا عندكم مش مشاكل معايا اليوم أنا ضيف عند أم قريا أنا ضيف عند أم قريا أنا ضيف عند أم فاطمة سمر أنا ضيف عند المجاهدين والمجاهدات لأن هذه بلاد مجاهدين ومجاهدات أنا ضيف عند المواطنين الأحرار الذين يحبون الجزائر فوق كل شيء أنا بين أهلي وعشيرتي إذا كنتم تعتبروا أنفسكم أمازيغ أكثر من غيركم فلاحظنا الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها كلها أمازيغ كلها أمازيغ كلها أمازيغ كأمازيغ كأمازيغ نموت على الجزائر وكمسلمين نموت على الجزائر وكعرب نموت على الجزائر وكجزائريين نموت على الجزائر كان من المفروض ولاحظت أن في المداخلة الأولى كان الحديث عن المرأة فأعتقد أن المرأة نالت من حظها ما نالت من الحقوق والآن لا بد لا بد أن المجتمع يتأقلم مع هذا المجتمع الجديد اللي فيه شاباتنا أغلبية ساحقة في الجامعات أغلبية ساحقة في الكليات أعلى أغلبية ساحقة في البكالوريا فالآن لا بد على السلطات أن تعمل سياسة ماهيش نتاع مساعدة للمرأة هذه ماهيش قضية خيرية هذه قضية حقوق قضية مرافقة قضية مرافقة وفتح الطريق وبالنسبة لهذا الموضوع سنكون بالمرصاد للإدارة وسنكون بالمرصاد للأحزاب السياسية حتى تقدم المرأة لمسؤوليات سياسية انتخابية ولكن أنا أعتقد مشاكل القبائل ما هيش مشاكل المرأة فقط هي مشاكل شباب هي مشاكل جزائريين هي مشاكل طلاب هي مشاكل عمال هي مشاكل بطالين هي مشاكل سكن هي مشاكل صحة هي مشاكل غاز هي مشاكل ماء طبيعي مشاكل كهرباء مشاكل طرقات لا بد أن أبشركم بأن البرنامج الخاص لبجاية موجود موجود
وما قلت ذلك مرغبا بالاحوال التي تدور حول الحمله الانتخابيه. اقول ذلك لان البرنامج موجود، البرنامج موجود وفلوسه موجوده، تبقى هل المؤسسات للانجاز موجوده عندكم ام ماهيش موجوده؟ اذا كان المؤسسات موجوده الفلوس موجوده الان، لكن لابد نصحح هذا. من قول الان لابد تصبروا بضعه ايام. كنت نمر في الطريق ونحيي الناس رجالا ونساء، وفيه من يطرح لي مشاكله الشخصيه، ونقول الان ما عنديش سلطات، الان انا مرشح، انا محتاج لكم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ما رجل بحرين يلتقيان فيهما برزخ لا يبغيان. في هذه المدينة العريقة أرى رجالا ونساء يحبون الجزائر أكثر من أي جزائري أين كان. ولعل منهم خارج القاعة أكثر حبا للجزائر. الجزائر اللي نحلم بها هي جزائر آمنة، هي جزائر قوية، هي جزائر عزة، هي جزائر كرامة، هي جزائر ما ينضمش فيها حد، لا امرأة ولا رجل ولا شيب ولا صغير. هذه الجزائر تنتظركم يا إخواني، تنتظركم يا أخواتي. تغيبتوا عليها شوية، استنيناكم. استنيناكم كثير وشنفتوا علينا شوية. عنقري تفولارت يما، عنقري تفولارت يما، سقدي تفولارت، سقديه سقديه. الآن يلزم نبني صفحة جديدة، الآن نكتب صفحة جديدة، نتعاهد على أننا نكتب صفحة جديدة. نحتاج إلى أمن وأمان، والأمن والأمان هو قضية تاع كل المواطنين وكل المواطنات. نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى شيء من حب الوطن، وموجود وجودكم، موجود حب الوطن هنا. والحمد لله في كل الأجيال، من جيل الداعي تاع الماضي إلى جيل مستقبل الشباب الطابعين البراعم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. نحتاج إلى برنامج، البرنامج من الممكن المرشحين الجدد عندهم يقدموا كبرنامج. أنا كمرشح قديم ما عنديش برنامج نقدمه، عندي ماضي، عندي برنامج حققناه، إذا نحبوا نزيدوا فيه مرحبا، برنامجي برنامج الاستمرارية. اليوم يا جورة وغدوة يا جورة وغير غدوة يا جورة، ويدي ويدك، وهكذا تبنى الأوطان، هكذا تبنى البلدان. رغبتي اليوم هو أن أخذكم كلكم معايا، تعملوا الحملة الانتخابية معايا في أنحاء الجزائر شرقاً وغرباً. ها
هذه المصالحة الوطنية تقتضي المصالحة مع الذات. مصالحة مع الذات تقتضي أننا نتكلم لغة واحدة بالنسبة لحب الوطن. الآن نريد أن نبني الوطن. تريدون أن تبنوا الوطن؟ فالجزائر مستعدة باش تعطي لكم الإمكانيات لبناء الوطن. قول قول واش كاين؟ قول خلي 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 خلي. راهم الشعب يدومونديك سيد الرئيس، قالوا لك روح لبجايه، راك معزز مكرم، راك في بلاد المجاهدين، بلاد الشهداء، وبجايه 80% راهي ريف، اولاد الريف الشهامه والكرامه. اعتقد انكم اطلعتوا على البرنامج الخماسي. الآن بودي نتكلم لكم على الاستقرار، لا ستابيليتي بوليتيك امبليك كو نو بيسيو بارتيسيبي دو فاسون ديموكراتيك ليبر اي ترونسبارونت ا دي زيليكسيون كيل سوا لوكال ليجيسلاتيف او ناسيونال. دون سو كا بريسي سو سون دي زيليكسيون ناسيونال. Vous avez un président à choisir et vous avez plusieurs candidats. Choisissez le meilleur, choisissez celui qui correspond à vous. Choisissez celui qui répond le plus à vos aspirations et à vos rêves en ce qui concerne l'Algérie. Quand vous prospérez, c'est toute l'Algérie qui prospère. Et quand l'Algérie prospère, vous devez prospérer vous aussi. Choisissez celui qui verra avec vous à la prospérité de l'Algérie et de la région. Je vous demande fraternellement de faire tout votre possible pour voter le 9 avril. Pour qui vous voulez. Pour qui vous voulez. Le choix, est, vous êtes complètement soumis, vous êtes absolument maître de votre choix. Choisissez qui vous voulez, mais faites-le. L'Algérie a besoin d'un pouvoir fort pour défendre vos intérêts à l'étranger. L'Algérie a besoin de stabilité. L'Algérie a besoin de plus de paix et de sécurité. L'Algérie a besoin de se développer et nous avons commencé un effort de développement, nous allons le continuer. Vous m'avez demandé de venir. Si j'échoue, je viendrai immédiatement après les élections. Si je réussis, je ferai un calendrier où vous serez prioritaire dans mes préoccupations. شكرا جزيلا على هذا الاستقبال العظيم وعلى هذه الحفاوة وما هو بالغريب منكم. شكرا شكرا سيداتي سادتي. شكرا شكرا.